هل هو ينتقل عن طريق الرذاذ أو عن طريق الهواء؟ الفرق بينهم هو هذه الأمراض تسبب نوعين من يعني نوعين من أنواع الانتقال. إذا كان عن الرذاذ فأنت لازم تكون على مقربة من المصاب بينك متر أو مترين، وهذا الرذاذ تكون جزئية، الجزئية للفيروس تكون كبيرة يعني تكون تحط على الأسطح، فبتجي تكون نظافة الأيدي والتعامل القريب هو اللي ينقل المرض. في حالة الأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء يكون حجم الفيروس أو الانتقال فيه في الهواء تكون جدا جدا صغيرة، مما يسمح له يكون وزنه خفيف إنه يكون معلق في الهواء لمدة أطول، من شيء إحنا نقول إنه ينتقل عن طريق الهواء. المعلومة هذه الأخيرة اللي تكلموا فيها طبعا جماعة من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلقت عليها منظمة الصحة العالمية، أنه صار في نقاش في الفترة الأخيرة إن هناك بعض الدلالات العلمية إنه ممكن ينتقل عن طريق الهواء. بس هذا يمكن إحنا ما يغير طريقة تعاملنا في مملكة البحرين يعني بالأساس اللي هي طرق مكافحة العدوى. فإحنا في جميع المستشفيات وجميع المراكز العزل والعلاج في مملكة البحرين اعتمدنا في طرق الوقاية على أنه احتمال أن يكون ينتقل عن طريق الهواء. فجميع العاملين الصحيين لما يتعاملون مع أي مريض يكونون يستخدمون اللي هو القناع اللي احنا نسميه الـ N95 اللي هو يتعامل في حالة نقل المرض عن طريق الهواء. بالنسبة لانتقاله في المكانات العامة حتى لو كان هو عن طريق الهواء، طبعا لبس الكمام جدا مهم، مهم أن تكون المنطقة في ما تكون مزدحمة، وهذا احنا نتكلم عن التباعد الاجتماعي أو الجسدي، وفي نفس الوقت لبس الكمامات والتنظيف راح يساعد في الحالتين. واحنا طبعا في مملكة البحرين اجراءاتنا الاحترازية هي بدرجة عالية، وان شاء الله ما يكون في اي مشاكل وما لاحظنا في اي يعني زيادة بنسبة بتغيير نوع الكمام.